السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير شباكيه بالزنجلان واللوز، وهانتوما معايا تشوفوا شنو كنحتاج ان شاء الله للمبتدئات اللي بغاو يتعلموا شباكيه. عندي هنا هي كيلو ديال الدقيق الفورس، يكون من النوعيه الممتازه. عندي هنايا زلافه ديال الزنجلان، عندي هنايا نص زلافه ديال اللوز مطحون، عندي جوج معالق كبار ديال القرفة وجوج معالق كبار ديال النافع مطحوني، عندي كاس ديال العنبة ديال زيت العود، وكاس ديال الزبدة مدوبة نفس الكاس، وعندي هنايا صفر ديال البيضة، وعندي جوج معالق صغار ديال الخميرة ديال الحلوة، وعندي زعفران الحر مطحون بعد ما طحنته، وعندي هنايا ماء الزهر باش غادي نعجن الحلوة ديالي. وهانتوما معايا، نخلطوا في الاول النواشف هما الاولين، غادي نضيفوا الزنجلان مع ديك المعلقه ديال الملحه، عفوا نسيت ما قلتلكمش الملحه في الاول، وغادي نديروا اللوز اللي مطحون نص زلافه، اللوز من بعد ما فسخناه طحناه، وعندنا هنايا جوج معالق القرفه مع جوج معالق ديال النافع، وكيف ما قلت لكم في الاول جوج معالق ديال الخميره الحلوه مع شويه ديال الزعفران الحر، وغادي نخلطو مزيان النواشف ديالنا، وعاد نضيفو اليدام مع الصفر ديال البيضه، كما كتشوفوا انا الشباكيه ديالي كنديرها مقومه مزيان، كنديروا فيها القوام باش كتجي مزيانه ومعلكه. ضروري من اللوز والزنجلان يكون بزايد، ما كنديرش غير كاس، اللي كيدير غير كاس في الطحن، ولكن كتجي كلها غير دقيق، ما كتجيش مقوته. وغادي نضيفو الكويس ديالنا ديال الزبده مذوبه وماء الزهر. ماء الزهر انا غير وريتكم كاس، اما راه غادي نعجنها حتى نجمعها كامله غير بالزهر، اما كاس ما غيكفيش باش يجمع لنا هذه الكميه كامله. هانتوما معايا غادي تشوفوا، انا غادي نزيد حتى نجيب العجينه ديالنا، حتى نجمع العجينه ديالنا وما تكونش خفيفة بزاف وما تكونش قاصحة بزاف. الا خففتوها بزاف ما غتصلح لكمش باش تشبكوها، ولا جات قاصحة بزاف عاوتاني ما كتجيش الشباكية ديالها زوينة وبلدية. انا كندير شباكية بلدية، كما كتشوفوا كنعلك، وبشويه بشويه كنزيد ماء زهر حتى كنجمع العجينه ديالي. ها نتوما شفتوا القوام ديالها كيفاش كيجي، ما رطباش بزاف وما قاصحاش في نفس الوقت. وغادي نقسم العجينه ديالي كويرات، بعد ما قسمت العجينه ديالي كامله على هذا الشكل ها نتوما كتشوفوا، من بعد ما كنكون ضروري ما غسلت البوطاجي ديالي، وكندوز نورقها بحال لاباط فيتي جوج خطرات على هذا الشكل، باش كتجينا داخل كتجينا بحال منفوخه. ها نتوما غتشوفوا الطريقه اللي كندير لها، وهالطريقه هذه كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها كيديرها،
اللي ما بغاش كيدوز نيشان يورق. وغنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله. وهانتوما بعد ما ورقتها كامله كنغطيها بسلوفان وكندوز ولا بلاستيكه اللي بغيتو وكندوز باش نبدا. وعندي هذا باش كنقطع هذا البوق هذا ولا ما عرف شنو سميتو، اللي بغى يقطع بالجراره كيقطعو واللي بغى يقطعها بهذا، انا هذا كيجيني ساهل. وكنقسم داك الورق العجينه ديالي من بعد ما ورقتها كنقسمها وكندوزها في الماكينه. كندوزها في الاول على واحد وعاوتاني على جوج والمره الثالثه على خمسة، ثلاثه الخطرات كندوزها في الماكينه. عفوا انا الكاميرا ما كنت شاده بها الماكينه مزيان، ولكن راه الطريقه ديال الماكينه سهله. هانتوما غادي ندير واحد وغادي ندوزها في واحد وعاوتاني غادي ندير جوج. هانتوما كيما كتشوفوا وعاود غادي ندوزها في ثلاثة، ماشي في ثلاثة يا ربي اسمحوا لي في خمسة. كندوزها في واحد وكنعاود ندوزها في جوج وكندوزها في النمرة خمسة باش كتخرج لي فهاد السمك هذا. هانتوما كتشوفوا كتجي رقيقه، انا ما كتعجبنيش الشباكيه غليظه، هكا كتجي رقيقه كتجي زوينه ومعلكه، ما كتجيش معجنه من الداخل. هانتوما كما كتشوفوا غندوزها في النمره جوج وغادي نعاود ندوزها في النمره خمسة. كيما كتشوفوا العجينه ديالي راها مقومه مزيان. ومن بعد ما طلقت العجينه ديالي هانتوما كتشوفوا غادي ندوز نقطعها داك البوق اللي عندي ديال الشباكيه، عندي انا غير الصغير ما عنديش الكبير. هاد الزوائد ديال العجينه ديالنا اللي كنجمعو كنديروهم في بلاستيكه وكنحطهم على جنب، كنعاود عاوتاني نورقهم ونحطهم يرتاحوا وكنبقى نواصل بداك الطريقه. دابا ملي كنبدا نشبكها كناخد جوج الاولين مع جوج الثانيين كيبقى لنا الخامس بوحدو كنطويوه على هاد الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا المهم الطريقه راه سهله بزاف والشباك كيبقى دائما كل واحد وكيفاش كيديرلو. انا هذا هو الشباك اللي كندير يجيني ساهل. هانتوما كيفاش كتشوفوا جوج اللواله مع جوج جوج والثالث كيبقى بوحدو، الاخر كيبقى بوحدو كنشدوه من اللور وكنقلبوها هكذا.
كنعاود نشبكها معاكم للبنات اللي باغيين يتعلموا التشباك باش يتعلموا. ولا كتهزو واحد تخليو واحد وتهزو الاخر وكتقلبوها في الوسط حتى هذه سهله، غير الشبك ديالها ما كيجيش بحال الاخرى. ها انتم كما كتشوفوا هذه سهله، البنات اللي كتجيهم شويه الشبك صعيب. بعد ما شبكت الشباكيه ديالي كامله كندوز البلاطو الاول اللي حطيت فيه وكنبدا نقلي، كندير الزيت ديالي تسخن والعافيه ما تكونش مجهده، والعسل ديالي بطبيعه الحال سخونه، وكندوز كنبقى نقليها وما كنخليهاش تتحمر بزاف لان كتاخذ اللون عاوتاني في العسل. وها انتم كتشوفوا اللوين اللي كتاخذ، غير كتحمر شويه كنزولوها. وكنخليوها في العسل حتى كنتقلى القليه الثانيه، عاد كنهزو القليه الاولى من العسل كتكون شربت العسل مزيان وراها كتجي معسله مزيان شاربه العسل. واحد الملاحظه، انا الشباكي ديالي ما كنديرش فيها الخل، كتجي رطبه بلا خل. واللي بغى يدير، انا درت غير قياس كيلو، اللي بغى يدير اكثر من كيلو كيدوبل المقادير. واللي بغى يرشها بالجنجلان يرشها، اللي بغى يرشها باللوز ايفيلي كيرشها، انا كتعجبني نرشها باللوز ايفيلي كيعطيها واحد المناظر زوين. ملي كنهزوها من العسل كنقطروها مزيان عاد كنحطوها في الشبكه ديالنا، وكنوصلوا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الشباكيه اللي عندنا كامله. وهذه هي الكميه اللي خرجت لي في الشباكيه ديالي كامله، كيلو ديال الشباكيه ديال الطحين. وكنتمنى تعجبكم وتجربوها. ما كتجي رقيقه كما كتشوفوا، ما كتجيش منفوخه وكتجي معلكه، وبداك التوراق كما كتشوفوا كتجي كلها من الداخل مخربه. ها انتم كما كتشوفوا، ومبروك عواشركم، دخلوا عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وبسلامه عليكم.